فاجأت واتنزحت العالم، بلشوا القطط يجوا لعندي. طبعا القطط الشاردة والقطط اللي تركوها أصحابها، طبعا بالإضافة في قطط تركوها أصحابها عندي، يعني حطوها عندي، بيعرفون إنه بحب القطط تركوها عندي. تفاجأت يعني كانوا شي 20-30 قطة. مع الأيام فترة سنة تجاوزوا 100. تناقشنا مع بعضنا انه نسوي محمية للقطط، نحمي فيها القطط. ايش في قطط بحلب يعني شاردة او سكان تركوا القطط اللي كانت ربياني عندهم بالبيوت، انه نحميهم بهالمحمية الصغيرة. مرة طفلة صغيرة جابت لي قطة، كانوا أهلها بدهم يسافروا، إجت هي وأهلها، بيعرفوا إنه هون في بيت للقطط محمية للقطط. هاي القطة هي مربيتها من وقت ما كانت صغيرة، صارت تبكي وقت عطتني إياها وراحوا سافروا. ولحد الآن بصور لها صور للقطة وببعث لها إياهم على تركيا. يعني بتترجاني هيك تقول لي صور لي القطة، بعث لي صورها إنه مشتقت لها كذا هي، وأماني بس ترجعنا بدك ترجع لي إياها وكذا. وهي بما إنه نسحت الناس كلها وأصدقائي، لقيت القطط أصدقاء لي هون، قلت لهم راح أبقى معهم شو ما صار يصير. طبعا اللي فيه بقلبه رحمة للناس بيكون فيه رحمة بقلبه لكل مخلوق حي.